بوتفليقة الآن يقدم استقالته، مدى رضا الشارع الجزائري عن هذه النقطة؟ وبالتالي كلمات قايد صالح والتي أكد في بيانه أنه سيقف مع الشعب حتى تحقيق كامل مطالبه غير منقوصة دكتور؟ والله أعتقد أنه اليوم حدث تاريخي مهم جدا يعكس انفرازا حقيقيا للحراك الذي بدأ في الجزائر. إعلان الرئيس عبد المجيد بوتفليقة استقالته هو استجابة لمبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي حامي الدستور وحامي الجزائر وحامي الشعب الجزائري، على اعتبار أننا كنا دائما نقول أنه الجيش الجزائري هو صمام أمان هذا البلد. اليوم أعتقد أنه خلص كل الطروحات والتكهنات والإشاعات حتى والأكاذيب التي كانت تروج وكانت والتمنيات على الخطوط، لأنه كان في كثير من التيارات كانت تتمنى أن يعني أن ترى الجزائر تسقط أو يحدث في الجزائر ربما ما حدث في دول أخرى، لكن النوم هو انتصار لمؤسسات الدولة، هو انتصار للدستور الجزائري، هو انتصار للإرادة الشعبية الجزائرية، وهو تأكيد على أن لا سلطة إلا للشعب الجزائري وهو مصدر كل السلطات. دكتور. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.